أعزائي المشاهدين، زيادة الوزن والسمنة والنحافة الشديدة، هذه الأشياء تسبب الضيق الشديد عند بعض الناس، ولكن عزيزي المشاهد أنت تسأل ونحن نجيب. الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، هل للسمنة علاج غير التدخل بالأدوية؟ والحقيقة بالنسبة للعلاج بالأدوية فده من ضمن العلاجات اللي احنا بنحاول إلى حد كبير إن احنا نبعد عنها أو ما نستخدمهاش، لأن ثبت إن هذه الأدوية قد تسبب أنواع كثيرة جدا من الأرق والصداع وعدم المقدرة على النوم، وقد تصل إلى بعض الحالات إلى آثار جانبية لا يستطيع المريض أن يستحملها، لكن أساسا هناك عديد من الطرق. طيب، هل الاستعانة بالرياضة كافية لكي تخفض الوزن أو عمل الرجيم بالرياضة؟ ما من شك في أن الإنسان الرياضي هو الإنسان اللي يستطيع أن يحافظ على وزنه وأنه يستطيع أن يسلك مشوار طويل جدا بالنسبة لرشاقة جسمه وبالنسبة لعدم الإصابة بأمراض السمنة أو البدن. طب بعض الناس بتعاني من السمنة وبعض الآخر بيعاني من النحافة الشديدة، يا ترى علاج النحافة إيه يا دكتور؟ هو في البداية عايز أقول لسيادتك أن الفرق بين السمنة والنحافة أن وجود أو عدم وجود الخلايا الدهنية في أماكن مختلفة من الجسم، فنجد أن إنسان لديه خلايا دهنية بكمية كبيرة جدا، فهذا الإنسان مجرد أن يأكل تبدأ أعراض السمنة والبدانة في الظهور. هناك إنسان آخر ليست لديه كمية كافية من هذه الخلايا الدهنية، فمهما أكل هذا الإنسان لا تظهر عليه على الإطلاق أعراض السمنة، ولكن في هذه الحالة بيكون علاج هذه النحافة على مستوى الغدد الصماء الموجودة في داخل الجسم، سواء كانت هذه هي الغدة النخامية أو الغدة الدرقية أو الغدة فوق الكلوية، فالعلاج عن طريق هذه الغدد هو اللي بيتم فيه حتى نستطيع أن نعالج النحافة. إمتى يا دكتور بتتدخل جراحيا لعلاج السم؟ هو بعد أن تتم يعني الإنسان لابد أن يسلك نظام غذائي محدد، نظام رياضي محدد، لابد أن يشمل بعض أنواع الأغذية المحددة. إذا فشل الإنسان بعد ذلك في أنه يتحكم في شهيته أو يتحكم في أماكن محددة من الجسم بيبدأ التدخل الجراحي. طيب بعد التدخل الجراحي يا دكتور، هل ممكن بترجع السمنة مرة أخرى للإنسان ده؟ الحقيقة أنا عايز أقول هنا هو حاجة بسيطة جدا، أن السمنة في الطفل الصغير تفرق عن السمنة في الجزء في الرجل البالغ أو الشخص البالغ. في الطفل الصغير نجد أن الخلية تنقسم إلى خليتين وهكذا، بينما في الرجل البالغ بتكون السمنة عن طريق تضخم الخلية. فإذا تخيلت سيادتك أن عن طريق تدخل الجراحة في إنسان بالغ فأنا بستأصل عدد من الخلايا الدهنية، وبالتالي فبيقل عدد الخلايا الدهنية الموجودة في داخل الجسم، وبالتالي من الصعب أن ترجع السمنة كما كانت. طيب عايزين النهاردة من حضرتك روشيتا للناس اللي هم عايزين يعملوا رجيم أو اللي هم تخان أو عندهم سمنة، يا ترى حضرتك تكتب لنا الروشيتا ازاي؟ الحقيقه الروشيتا بتاعتي بتتناول عده نقط بسيطه، النقطه الاولى تشمل التغذيه، والتغذيه او الاسلوب الغذائي انا عايز يعني اقول ان الغذاء هو السمنه علاجها اسلوب حياه، بمعنى ان مش هعالج نفسي النهارده وبعد كده هرجع اسيب نفسي اكل زي ما انا عايز، لابد ان يكون اسلوب حياه، لابد ان تتناوله ست البيت حتى تستطيع ان تحافظ على اولادها وعلى بيتها. هذا الاسلوب في انواع معينه من الاغذيه بيتناولها المنزل، يعني مثلا اغلب الخضروات اغلب الفاكهه الى حد محدد موجوده بكميات محدده، انما مثلا بعض الاغذيه التي تتناول السمن او الدهون او المدهنه او اللحم السمين فده مثلا الى حد كبير بنقدر نبعده، فبنخلي السيده في المنزل تتناول انواع معينه من اللحوم، انواع معينه من الاغذيه، انواع معينه من الخضروات، وتمنع انواع اخرى. ده بالنسبه للاسلوب الغذائي. الاسلوب الثاني اللي هو الاسلوب الرياضي، لابد ان كل فرد يتناول الرياضه بكافه انواعها، سواء كانت الرياضه دي هذه ابسط ما فيها المشي، لو استطاع الانسان ان يمشي فتره محدده ولو صباحا او مساء هيقدر هذا الانسان انه يبعد كثير عن السمنه او البدانه. والاسلوب الثالث اللي هو الوجبه الغذائيه المليئه او هذه الوجبه الكبيره الحجم صغير كميتها الحراريه قليله جدا، اذا هذه الوجبه تناولناها قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه نجد ان كميه السعرات الحراريه قليله، طبعا هذه الوجبه بيتناول بعدها 4 أو 5 أكواب من الماء، تستطيع انها تكبر في الحجم في المعده وبالتالي يفقد الانسان مقدرته على الشهيه او على الاكل، واشهرها طبعا المواد السيلولوزيه او الجيلاتينيه او الرده. الطريق الرابع اللي هو السيره الذاتيه او التحكم الذاتي، اللي يقدر فيه كل انسان انه هو يتناول الغذاء مثلا
في بعيد عن مشاهدة التلفزيون أو سماع الراديو، أو يتناول الغذاء بعيد عن قراءة الصحف أو الكلام في التليفونات، يخليه ينسى نفسه إلى حد ما، ويبتدي ياكل كميات من كبيرة جدا فبتأثر عليه. طبعا هذه هي أهم الطرق العادية اللي أقدر أتحكم فيها في السمنة، إذا فشلت بتدخل جراحية. طيب دكتور، بالنسبة للأم بقى، هل تكرار الحمل والولادة وإنها يعني تبذل مجهود طبعا في الحمل والولادة، ده بيأثر على رشاقتها وجمالها؟ هو بيأثر في السيدة الغير رياضية، أما السيدة الرياضية اللي هي ليها أسلوب معين رياضي في حياتها فإلى حد كبير ده ما بيأثرش، إنما السيدة اللي هي أساسا مجهودها قليل وكمية السعرات الحرارية اللي بتأكلها أكثر بكثير من كمية مجهودها، ده بيأثر كتير جدا، وبيأثر على منظر الجسم وعلى عضلات البطن وكل الأعراض اللي هي بتنتج عن الولادة. طب دكتور منير، احنا معانا رسائل من بعض السادة المشاهدين بيبعتوا لنا فيها أسئلة، ومطلوب من حضرتك ان انت تجاوب عليها. الرسالة الأولى، وفي سؤال بيقول: هل عدم الإنجاب عند المرأة أحيانا بيكون وراثة؟ الحقيقة الكلام ده بعيد جدا عن الصحة. ليست هناك بعض السيدات لا تستطيع الإنجاب لأن موجود فرد في العائلة لا ينجب، ولكن يمكن اللي يكون صحيح اللي هو أن التبويض عند السيدة يكون ضعيف. ودي طبعا دي حالات لها علاج، ومن سهل جدا السيطرة عليها، ومن سهل جدا علاجها وتحمل إن شاء الله. في النهاية دكتور بنشكر حضرتك، وبنقول لك بقى تبعث رسالة إلى كل فتاة مقبلة على الزواج، إزاي تقدر تحافظ على جمالها ورشاقتها بعد الزواج. هي الرسالة أساسا بتيجي في أسلوب حياتها، لابد أن تحط للرياضة أسلوب وتتدخله في حياتها، لأن الرياضة من أحسن الحاجات اللي هي ممكن تحافظ على وظائف الفسيولوجية للجسم، طبعا بالإضافة إلى الاعتدال التام بالنسبة لتناول أغذيتها على مواعيد محددة بالنسبة ليها وفي المستقبل بالنسبة لبيتها وأولادها.